بداية علشان يكون الأمر يعني على بهنة، مسألة الصداقات، ومهم جدا فعلا إن احنا نستخدم مصطلح الصداقات في الجزئية دي. نعرفها ببساطة لأن البعض أحيانا بيكون عنده خلط الصدقة الزكاة، فنوضح الجزئية دي وبعد كده نبدأ نتكلم بقى في آدابها وفضائلها ومصاريفها وكل الأمور الخاصة بيها. بداية أن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، أنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، فرج اللهم عنا ما نحن فيه بسر أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وبعد يعني بشكر حضرتكم على هذه المقدمة الجميلة وهذا الترحاب. بالفعل لما بنتكلم عن موضوع الصدقة أو الزكاة، أنا لازم أفرق بداية يعني إيه صدقة ويعني إيه زكاة. أول حاجة الزكاة دي المنظومة الكبيرة اللي هي ركن من أركان الدين القويم اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها في الحديث: بني الإسلام على خمس وعد منها وإيتاء الزكاة. طيب لما بنتكلم الزكاة تجب على كل الناس؟ لا، الزكاة بتجب على ناس مخصصة اللي هم معاهم فلوس، والفلوس دي بلغت النصاب. النصاب ده اللي هو ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21. هشوف جرام الذهب النهاردة بقديه معايا 85 أو ما يعادلهم، يعني مثلا عاملين حوالي 250 ألف جنيه أو 320 ألف جنيه، يبقى خلاص ده اسمه النصاب. طيب عندي شرط تاني ما نساهوش. عفوا في النقطة دي، هو الذهب متذبذب وأسعاره بتزيد من وقت للتاني، ما أنا ممكن يبقى عندي على وقت كل يوم، على وقت كل يوم، على وقته. طب وأحدد الزكاة إزاي بقى على وقت كل يوم؟ يعني ما هو على مدار السنة هيبقى المبلغ برضو متباين، فأنا أعمل مثلا لو هو مثلا يعني 1000 جنيه بعد ما تتحسب، فالمفروض ان انا اخليها 1100 مثلا علشان التذبذب ده، ولا اعمل ايه؟ طيب انا جاي مع حضرتك اهو عشان برضو السادة المشاهدين، النقطة دي ناس كتيرة بالفعل بيقعوا فيها. لا انا حضرتك، انا عندي ان انا معايا ما يقابل 85 جرام ذهب. لو احنا هنجيب بسعر النهاردة مثلا معايا 300 ألف جنيه، ال 300 ألف جنيه دول هل هخرج عليهم زكاة النهاردة؟ أنا كنت داخل بيزنس وال 300 ألف جنيه دول جولي، أو أنا ورثت حاجة وبعتها، فال 300 ألف جنيه دول أصبحوا ملك لي. لسه شرط تاني اللي هو حولان الحول، يعني عد عليهم سنة قمرية كاملة وهم فائضين عن الحاجة. لازم نحط دي في الحسبان، إن الفلوس دي زيادة عندي فائضة عن حاجتي، مش حاجة أساسية، مش إن أنا عمال أجمع عشان أشتري شقة، أو عمال أجمع عشان أجهز بنتي، أو عمال أجمع عشان أطلع حج بيهم. لا، الفلوس دي فائضة عن الحاجة. طيب يبقى عندي الحاجتين، أول حاجة بلوغ النصاب موجودة، طب تاني حاجة حوالان الحول. طب حضرتك بتقولي ما أنا هاجي السنة الجاية طبعا الأسعار ممكن بتعلى أو ممكن بتنخفض، أنا هيعدي عليهم السنة وأجي آخر السنة وأشوف النهاردة دلوقتي سعر الجرام بكام النهاردة. لو مثلا معايا ذهب أو معايا فلوس أو معايا أي شيء، هشوف الحاجة دي تتمن كام النهاردة وبحسب على سعرها النهاردة. والزكاة ليها نصاب معين. يعني ايه نصاب معين؟ يعني مش ان انا هخرج اي حاجة والسلام، لا. ربنا بيقول: والذين في اموالهم حق معلوم. يعني معلوم يعني مفروض، لذلك عليها 2.5%. يبقى اللي معاه دلوقتي 100 ألف مثلا، هقول له هم دول يجيبوا 85 جرام ذهب؟ لا، يبقى مش عليك حاجة. إنما لو معايا ما يعادل 85 جرام ذهب، هقول له هتخرج عليهم زكاة اللي هي 2.5% طالما بلغوا النصاب وحل عليهم الحول. طب هو ليه ربط الزكاة بالذهب؟ ربط الزكاة بالذهب لأن الذهب كان زمان هو القيمة، لذلك حتى الأموال دلوقتي أول ما تعمل الدولار في التسعينات كان مربوط بالذهب، لذلك كل دولة لها غطاء ذهبي دلوقتي. أعلى الدول عندها غطاء ذهبي تلاقي القيمة بتاعت الفلوس بتاعتها عالية شوية، لذلك حتى الآن الفلوس مربوطة بالذهب. تمام. لأن الذهب ثابت، بمعنى ثابت أنه له قيمة فاليو موجود، فمربوط عليه المال دلوقتي. ده الزكاة، الصدقات. ده الزكاة. طيب الصدقات عامة. طيب الصدقات اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة، بمعنى أنا معايا 100 جنيه هطلع من 100 جنيه دي 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه 70 جنيه، هطلع ال 100 جنيه كلها.
يبقى دي اسمها صدقة، وسميت صدقة لأن الصدقة دي بتبرهن على حب الإنسان وصدق الإنسان في حبه مع الخالق سبحانه وتعالى. لذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والصلاة نور، والصدقة برهان. برهان على إيه؟ على صدق صاحبها مع الخالق سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ربنا خلقه على حب المال. لذلك حتى ربنا قال لسيدنا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وإيه وملك لا يبلى؟ يا ده أبونا آدم عليه السلام ربنا بيقول له وملك لا يبلى. أيوة ربنا قال: وتحبون المال حبا جما، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. والعلماء بفسروا الخير بيقولوا هي جماع كل شيء، يعني المال وكل ما يقتات ويكنز الإنسان بحب الحاجات دي. لذلك ده كله اسمه خير. تمام. طيب هل الصدقة بالفلوس بس؟ سؤال برضو جميل الناس بتسأله، هي الصدقة بالفلوس؟ يعني أنا لازم عشان أطلع فلوس دي اسمها صدقة؟ لا، الصدقة مش بالفلوس، الصدقة بالمقتنيات، يعني الحاجات اللي عندي مثلا ملابس مثلا ما برتديهاش. احسنتي، لسه الملابس اهو، يبقى انا عندي مقتنيات. طعم. وعندي ملابس، ما هو المقتنيات اللي هو زي الطعام. اي حاجه الانسان بيستحوذ عليها وبيملكها دي كلها اسمها مقتنيات، اللي هو جانب مادي غير الفلوس. احسنت. تمام. اي شيء يمثل جانب للماديه غير الفلوس، يبقى انا عندي فلوس، عندي مقتنيات، عندي ملابس، اي حاجه، الحاجات دي كلها اسمها مقتنيات، يبقى الإنسان ملكها يتصدق بيها. عندنا ممكن أتصدق بوقتي، هقعد مع ناس عشان أصلح ما بينهم، ده صدقة. عندي الإنسان ممكن يتصدق بصحته، بمعنى أن أنا ساعد حد، أكبر خطر حد، أروح أزور حد، ده كله. طيب الصدقة مش محصورة، الابتسام في وجه أخيك صدقة. أنت لسه أنا هقول أهو، الصدقة مش محصورة بس في الفلوس والمقتنيات وبذل الوقت وبذل النفس اللي هو الصحة يعني. لا، ده سيدنا النبي وسع لنا الدائرة شوية. لما جم يسألوه يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، بمعنى أن الأغنياء تصدقوا وخدوا الثواب من عند ربنا، وإحنا فقراء ما عندناش اللي نتصدق به. فيقول سيدنا النبي: في كل تسبيحة صدقة، سبحان الله صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة الله أكبر صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، العلاقة بين الزوج وزوجته فيها صدقة. يعني فيها جانب اللي هو متعلق يا فندم بفلسفة إن عشان ما يكونش الثواب قاصر على الأغنياء أو مالك المال. أحسنت. الجميع عنده الفرصة ما عند ربنا، يعني ولله المثل الأعلى، أنه يكون لي الخير والثواب. ما هو ده توسعة الباب، عشان الباب باب الصدقة ما يكونش عند ناس دون ناس، وعشان الفقير ما يحسش أنه هو يعني دايما بياخد ومش قادر يدي، فدي برضو إحساس بالفقر والعوز، وبرضو دي حاجة مش يعني بتتعب النفس. ده نوع من أنواع جبر الخاطر. ما هو أنا بقول لحضرتك، شفت الفقراء جم لحضرة سيدنا النبي وقولوا له: ده الأغنياء تصدقوا وخدوا الثواب، طب وإحنا نقدر نعمل إيه؟ فسيدنا النبي بيجبر الخاطر وأقول لهم: ما تزعلوش، ده أنتوا قاعدين كده وبتقولوا سبحان الله صدقة والحمد لله صدقة. وفي أحاديث تانية في الصحيحين من حديث سيدنا أبو ذر قال لهم: الصلاة صدقة، والصيام صدقة، والحج صدقة. طيب حديث تاني خالص يقول لهم: على كل سلامة من ابن آدم في كل يوم صدقة. فيقولوا له: يا سيدنا النبي ازاي؟ فيقول لهم: إغاثة الملهوف. لو شفت واحد كده عنده مشكلة أو واحد عاوز مساعدة راح أساعده، إغاثة الملهوف صدقة، وإسماع الكلام صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، حتى الشوكة يحملها الرجل اللي هي إماطة الأذى عن الطريق، الشوكة يحملها الرجل من الطريق فله بها صدقة، جماع كل ذلك ركعتي الضحى صدقة. يبقى أنا مش قادر على ده كله، عندي حاجة اسمها ركعتين الضحى اللي هي قبل الظهر، اللي هي من الصبح من شروق الشمس لحد قبل الظهر، دي اسمها صدقة. ده يقولون يا فندم كمان إنك تدل حد على طريق المكان الفلاني صدق. أحسن، ده موجود في حديث سيدنا النبي، بس مش بنظرية قالك فين يعني، يبقى ويقول له على المكان السليم يعني. لا، يقول له على المكان السليم ما يتوهوش. بالظبط. ده موجود في حديث سيدنا النبي برضو عند ابن حبان. لذلك سيدنا النبي وسع الدائرة، بمعنى أنه عاوز يدل الناس على ربنا سبحانه وتعالى. لذلك جعل ربنا سبحانه وتعالى للصدقة فوائد كثيرة.
من أهم الفوائد بتاعت الصدقة إن ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليه، لذلك يقول سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنا هطلع المجن دي أنا عاوزها، والله ربنا هيوسع عليك، ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. طيب تاني حاجة إن الصدقة دي هتزود لي الحسنات بتاعتي. ما هي الصدقة دي هتيجي في الميزان يوم القيامة، احنا فاكرين ان 100 جنيه هنروح نلاقيها في بنك ربنا بمية، لا، سيدنا النبي قال ان الله لا يربي، يعني يزيد ويكبر وينمي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، يعني المهر الصغير الحصان الصغير بتاعه لحد ما يكبر كده. طب ده في حديث تاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله ليربي لأحدكم الدرهم والدينار حتى اللقمة تكون في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد.